يعطيك العافية. اليوم بنكمل على مادة الميكانيكس اوف ماتيريالز اللي بلشنا فيها في تشابتر 3. اليوم كمان راح اكمل تشابتر 3، بس قبل لا اكمل راح اعطي ريفيو سريعة عنه. حكينا اذا في عندك شافت دائري طوله ال والرياديوس تبعه عندي ار، اذا في عليه تورك تي، التورك تي هذا راح يجي يسوي لي شير ستريس قيمته تاو، تي ار مقسومة على جي، تي تورك الار الراديوس، جي حكينا عنها بولر مومنت اوف انيرشا، وحكينا كمان راح يطلع عندي هون في زاوية سميناها جاما اللي حكينا عنها شير سترين. جاما بتساوي عندي اياها ار فاي مقسومة على جي، وحكينا كمان انه فاي اللي عندي اياها هون سميناها انه انجل اوف تويست، فاي كانت عندي اياها قيمتها تي المقسومة على جي، جي جي عندي اياها كانت الشير موديولس. اوكي طيب، اليوم راح اركز اكثر اشي على الفاي هاي اللي عندي اياها في سكشن 3.5 في الكتاب. هلا احنا قلنا اذا عندك 1 بار في له 1 سكشن، الفاي عندي اياها راح تكون تي ال مقسوم على جي جي او جي جي. اوكي طيب، في حاله عندي كان انه في مالتي سكشنز تماما انه زي ما حكينا في تشابتر 2 عن الدلتا الديفليكشن، عندك انه 1 سكشن اللي الدلتا عندي اياها كانت بتساوي بي ال مقسوم على اي اي، اما إذا كان عندك multi sections دلتا عندي إياها كانت summation of pi li مقسومة على ai ei صح؟ لا هنا كمان عندي إياها نفس الإشي، بس ال deformation عندي في chapter 2 كان عندي إياها دلتا زيادة في الطول أو التغير في الطول، أما ال deformation عندي في chapter 3 عندي إياها الفاي الزاوية او انه انجل اوف تويست. اوكي هلا مره ثانيه، في حاله ال1 سكشن عندك الفاي بتساوي عندي اياها تي ال مقسومه على جي جي، او اذا عندك مالتي سكشنز الفاي حتكون عندي اياها سميشن، كمان سميشن اوف ايتش سكشن حتكون عندي اياها سميشن اوف اي من 1 الى ان اوف تي اي ال اي مقسومه على جي اي جي اي، وير ان عندي هون هي نمبر اوف سكشنز تماما زي تشابتر 2 بالدلتا. اوكي سكشنز احنا بنعرفهم او بنعرف كم سكشن عندك او كم ان عندك بيزد على التغير في المساحة اللي هي عندي اياها هون تمثل بالجي، وعندي الماتيريال اللي عندي اياها تمثل بالجي، واللود عندي اياها يمثل بالتورك. اوكي اوكي تمام طيب، خلينا نشوف فيها مثال. هذا عندي اياها مثال من الكتاب، حكي لك انه تو شافتس موصولين ببعض عند البوينت بي، عندك الشافت الكبير البي دي هذا عندي من دي الى سي عندي اياه من جوا عندي اياه فراغ فاضي، او انه عندي اياه هولو شافت عندي اياه هولو شافت. اوكي طيب هلا معطيك انه عندك التورك عند البوينت اي 250، وعندك كمان تورك ثاني عند البوينت بي عندي اياه 2000، وقايل لك انه الجي عندي اياها 77 جيجا باسكال، وطالب منك الانجل اوف تويست ات الاند اي فاي عند البوينت اي اي عندي اياها هون. اوكي هلا احنا عندنا هون انه شوف السولوشن، عندك هون انه في مالتي سكشنز، عندك في تغير بالمساحه والتورك، وعندي هون كمان تغير بالسكشن او بالمساحه مره ثانيه، فاذا الفاي عند البوينت اي عندي اياه السميشن من اي 1 الى ان خلي لي اياها ان هسه اوف تي اي ال اي مقسومه على جي اي جي اي. هلا بدنا نعرف كم ان عندنا، هلا بدك تاخذ سكشن بيز على التغير بالمساحه اللود او الماتيريال. اوكي هلا كيف بدك تعرف هاي؟ احنا انه زي ما حكينا في تشابتر 2 نبلش من هون، مثلا بنمشي 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 عند البوينت اي صار في عندي مساحه ماتيريال ولود التورك. اوكي فبنعمل فيها سكشن من
اسميها سكشن 1. اوكي كمل امشي 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 عند البوينت بي، عندك صار في تغير بالمساحه عندي اياها كبرت، وعندي كمان صار في التورك عندي قيمته 2000 صح. فبنعمل سكشن ثانية بنسميها سكشن 2. نكمل امشي 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 عند البوينت سي، صار في تغير بالمساحة عندي هاي صارت فاضية، فبنعمل عندي كمان سكشن اسمها 3. اوكي اذا ان هون عندي اياها 3، لو اني فك السميشن هذا حيطلع عندي انه الفاي ات اي بتساوي تي 1 ال 1 على جي 1 جي 1 بلس تي 2 ال 2 على جي 2 جي 2 بلس تي 3 ال 3 على جي 3 جي 3. اوكي اوكي هسه احنا بنعرف انه جي عندي اياها نفسها لكل الماتيريال او لكل البار هذا، فبنطلعها الى برا. فاي اي عندي اياها 1 مقسوم على جي اوف تي 1 ال 1 على جي 1 الى تي 3 ال 3 على جي 3 سكر الجوز. اوكي هلا احنا اللي بدنا اياه هون نعرف قيم تي 1 والال 1 والجي 1 والتي 2 ال 2 جي 2 اند تي 3 ال 3 والجي 3. اوكي فخلينا نشوف السكشن 1 اللي عندي اياه هون وبنرسمها هون على جنب. اوكي عندك في السكشن 1 عندك الابلايد تورك اللي عندي 250، وعندي كمان انترنال تورك لما عملنا سكشن عندك يطلع انترنال تورك عندي قيمته كمان 250. اوكي اوكي طيب هسه هون كيف طلعناها؟ اذا بتعمل سميشن التورك 0 راح يطلع معك انها تي 1 عندي اياها 250، الطول ال1 عندي اياها 0.4 متر، الجي نفسها الجي باي على 2 اوف الراديوس قوه 4، الراديوس عندي اياها هون معطيك الدايامتر 30، الراديوس عندي 15 ملم. اوكي فالجي بتطلع معك زي هيك. اوكي طيب هلا نشوف السكشن 2 اللي عندي اياها هون، هاي السكشن 2 عندك سكشن 2 فيها ابلايد تورك 250، عندك ابلايد تورك ثاني عند البوينت بي اللي عندي اياها هون. اوكي وعندي كمان انترنال تورك قيمته تي 2. هلا احنا اذا لما كنا بنشتغل بشابتر 2 كنا نقول انه دائما تفرض دايركشنال انترنال فورس عندي تنشن. اوكي هلا في حاله التورك والشير ما عنديش لا تنشن ولا كومبريشن، عشان هيك لما بدك تفرض اتجاه الانترنال تورك بكل السكشن بتفرض عندي بنفس الدايركشن، ما بيفرقش عندي مع عقارب الساعة ولا انه عكس عقارب الساعة ما بيفرقش معي، بس المهم انه بكل السكاشن يكون عندي ان سيم دايركشن. اوكي هلا احنا الدايركشن تبع التورك سكشن 1 عندي فرضناه بالدايركشن ها، هلا في السكشن 2 بنفرضه كمان بنفس الدايركشن ونعمل السميشن التورك بتساوي عندي اياها 0، فراح يطلع معك التورك تي 2 عندي 2250 نيوتن متر، والال 2 عندي اياها 0.2 طول هذا، والجي 2 بنعرفها، والجي 2 هاي 2 عفوا اكون عندي اياها باي على 2 الراديوس قوه 4 الديامتر هون عندي 60 فالراديوس عندي 30، اذا نحسب الجي حتكون عندي اياها 1.272 10 قوة ناقص 6 متر قوة 4. اوكي وعلى عندي سكشن 3 اللي عندي اياها هون هاي. اوكي سكشن 3 في عندي applied torque عند الـ A 250، applied torque عند الـ B عندي اياها 200، وعندي كمان internal torque مرة ثانية بنفرض الدايركشن اللي تبعته عندي اياها بنفس الدايركشنز اللي في سكشن 1 و 2، ونعمل السميشن التورك 0 فراح يطلع معك تي 3 2250. اوكي ولل 3.6 والجي 3 بنعرفها، والجي هلا جي عندك السكشن هاي عندي فيها هولو شافت صح، فراح تكون عندي اياها الراديوس الكبير ماينس الصغير، فراح تكون عندي اياها جي باي 2 افتح قوس 0.03 قوة 4 ماينس 0.022 قوة 4 اسكر القوس، الدايمتر او الراديوس الكبير عندي اياها
30 عشان هاي الديامتر 60، الراديوس الصغير عندي 22 عشان الديامتر عندي 44 مليمتر. اوكي عندك صار هاي جيت 3. اوكي هسا ام بس طلعنا كل القيم بعوضها هون، تي 1 250، تي 2 2250، تي 3 كمان 2250، والال 1 والال 2 والال 3 والجي 1 جي 2 جي 3 كلهم بعوضهم هون، وبننساش الجي هاي. اذا بعوضهم وبحسب كل المقدار هذا راح يطلع معك الفاي ات اي عندي اياها 0.0403 راديان، او اذا بحولها للديجريز راح يكون عندي اياها 2.31 ديجري. شايفين الديفورميشن عندي صغير كثير 2.03 ديجريز، اشي بسيط جدا. اوكي اوكي تمام. هلا متذكرين في تشابتر 2 انه كان في عندك كيسز انه الاستاتكس فيها ما بتكفيش. هلا كمان عندي في حاله التورجن والشافت انه في كيسز الستاتكس فيها ما بتكفي، او بنسميها statically indeterminate shafts، الستاتكس فيها ما بتكفي، فعشان هيك انه بدك one more equation من mechanics of materials حتى انك تطلع الرياكشن صح. هلا في chapter 2 كنا بنقول انه الequation اللي من mechanics of materials هي كانت دلتا بتساوي عندي اياها 0، او الديفلكشن عندي 0 صح. اما في حاله التشابتر 3 او التورك والشافت عندي الفاي بتساوي عندي اياها 0 عند السبورت A اند B. اوكي خلينا نشوف المثال. عندك شافت AB، عندك الطرف هذا منه فارغ من جوا عندي فاضي، عندك الديامتر الكبير دي 1 عندي 22، ديامتر الصغير تبع الهولو شافت عندي دي 2 عندي 16 مليمتر، ومعطيك الجي 12 جيجا باسكال، ومعطيك انه عندي التورك عند البوينت اللي عندي هون عند تغير السكشن عندي 120 نيوتن متر، معطيك الدايمنشنز كاملة، وطالب منك هون find reaction torques at A and B. اوكي طيب هلا مشان توجد الرياكشنز بدك تعمل فري بودي دايجرام وبترسم الفورسز او التوركس، بعدين بدك تعمل السميشن التورك عندي 0. اوكي الفري بودي دايجرام للشافت هذا عندي هون، عندك الابلايد تورك 120، وعندك عند البوينت A في عندي رياكشن تورك تي A، وعندي عند البوينت B reaction torque TB. ال A وال B عندي اياهم هذول rigid support او fixed support. اوكي طيب هسه هون اذا بنعمل summation التورك بيساوي عندي اياه 0، راح يطلع معك TA plus TB بتساوي عندي اياها 120. اوكي بس انا ما عنديش اي equation ثاني، عندك 2 unknowns وعندك 1 equation من الستاتكس. هلا هذا انه الستاتكس هون بتكفيش عندي، او سميناه statically indeterminate صح. هلا من هون بدك one more equation من الميكانكس اوف ماتيريالز اللي عندي اياها، كان انه الفاي او انه the angle of twist عندي اياها 0 عند البوينت A او البوينت B صح. خلينا نشوف مثلا عند البوينت B عندي اياها 0 او البوينت A عادي نفس الطريقة، بس هون خلينا نبلش بانها فاي عند البي بتساوي عندي اياها 0. اوكي هلا هون عندي اكثر من سكشن لانه عندك في تغير بالمساحه هون، فالفاي البي بتساوي اي سميشن من اي 1 الى ان تي اي ال اي جي اي جي اي صح. ان عندي اياها نمبر اوف سكشنز، كيف بدك تعرف كم سكشن عندك based على التغير في المساحة الماتيريال and or اللود اللي عندي هون التورك. اوكي طيب هسه احنا هون كنا ماشيين كمل امشي امشي امشي، عندي صار في تغير بالمساحة صار في عندك ماتيريال، فبنعمل سكشن 1. اوكي فامشي كمل كمل كمل
عندي هون صار في تغير بالمساحة، صار هذا عندي يا سوليد، وعندي كمان تغير بالتورك صح. فبنعمل سكشن 2 وامشي كمل كمل كمل، الشافت عندي يا خلص. اوكي اذا عندك 2 سكشنز 1 اند 2، فاذا ان هاي عندي اياها 2 بنفك هاي. عندك ال 5B بتساوي T1 L1 على J1 G1 plus T2 L2 على J2 G2، إن كلها بتساوي عندي إياها 0. هلا بدنا نشوف ال section 1 و 2. لو نشوف section 1 عندي هون applied عفوا الرياكشن تورك TB، وعندي كمان internal تورك T1. إذا بناخذ summation التورك عندي إياها 0، فراح يطلع معك T1 بتساوي الرياكشن TB صح؟ اوكي. وال L1 عندي اياها 125 مليمتر، والجي بنعرفها هون، الجي الرياديوس الكبير ماينس الصغير، باي على 2.011 قوة 4 ماينس 0.008 قوة 4، فبنحسبها راح يطلع معك جي عندي اياها زي هون. اوكي هلا نشوف سكشن 2. سكشن 2 عندي اياها هون. اوكي في عندي رياكشن تورك التي بي، وعندي الابلايد تورك 120، وعندي كمان انترنال تورك التي 2. مره ثانيه بنفرض الانترنال توركس عنديهم with the same directions. اوكي اوكي عندي هون التورك تي 2 عندي، لو نعمل summation التوركس عندي اياها 0، الدايركشن هذا عندي اياه موجب، راح يطلع معك تي 2 بلس 120 ماينس التي بي بيساوي 0 هون، فمنها راح يطلع معك التورك تي 2 بيساوي تي بي ماينس 120، والال 1 والجي 2 والجي 2 بنعرفهم او بنطلعهم. اوكي فهسه انا جاهز للتعويض هون. اوكي بعوض تي 1 عندي اياها بتساوي التي بي، ال 1 125، الجي 1 عندي اياها هاي، الجي 1 عندي اياها 12 جيجا باسكال عوضناهم هون، بلس تي 2 عندي اياها تي بي ماينس 120 في الطول على الجي في الجي. اوكي هلا هون ملاحظين عندي انه كلها بتساوي عندي اياها 0، وعندك 1 ان نون اللي عندي تي بي صح. هسه لو بنحسب هاي وبنطلع التي بي راح يكون عندك تي بي بتساوي 50.2 نيوتن متر. اوكي هسه لو بنرجع على الايكويشن 1 بعوض التي بي 50.2 راح يطلع معي التي اي 69.8 نيوتن متر. اوكي اوكي يا شباب اوكي تمام. اتوقع هنا خلصنا الكلاس اليوم، بس مره ثانيه بدي باكد عليه انه ايش الفاي. اذا عندك 1 سكشن بتساوي عندي اياها تي ال مقسومه على جي جي. اوكي اذا عندك مالتي سكشنز حيكون عندي اياها سميشن من اي 1 الى ان، ان نمبر اوف سكشنز بنعرفهم بيزد على التغير بالمساحه الماتيريال او اللود تي صح. طبعا هاي عندي اياها بتشبه بشابتر 2 لدلتا. اوكي تمام. وعندي كمان كيسز وير انه الستاتكس عندي اياها بتكفيش. هلا هون لما تعمل الاسميشن الفورسز او التورك عندي يا زيرو ما بكفي، او عندك اياه ان ديتيرمينت بالستاتكس، هيك بنحتاج ايكويشن ثانيه من الميكانكس اوف ماتيريالز اللي عندي اياها انه ذا انجل اوف تويست عندي اياها زيرو، او الفاي عندي اياها زيرو عند الرياكشن بوينتس. هلا هون اي وبي في المثال هذا عندي اياهم فيكست سبورت، الفاي عندي اياها عند الاي والبي عندي اياها 0. اوكي منها بقدر اطلع قيمه الرياكشن عند البوينت اي اند بي او السبورت بوينتس. اوكي خلصنا هيك، يعطيكم العافيه.